هلا شباب، لعبة جديدة كلش اونلاين. اللعبة اسمها انس واليكس. انس واليكس شباب عراقيين كلش حلوين، وظاهر انه هسه صاروا اصدقاء كلش، لان هسه راح تشوفون بالفيديو انه هم متعرفين جديد، واليكس راح يبقى يم انس، وانس ما ادري شو يسوي لاليكس وكم فاق في ذلك. فالموضوع انه هم الجمهور يطلب طلبات من الناس واليكس، وهم يسووا لا يا ما يسووها يا ما يسووها. اذا يسووها فاوكي ماكو مشكله، اذا ما يسووها الموضوع انه تصير بيه عقوبات. العقوبه يختارها يا اما انس يا اما اليكس. انا اول واحد راح العب وياهم، وخلينا نشوف شلون راح تمشي اللعبه. طبعا وياي اليكس صديقي وضيف، طبعا انه ان شاء الله راح يقيم هنا، فراح نصير مسابقه اللي هي تحديات ولو خيروك وهاي الشغلات. فانا نزلت لكم هذا مقطع هاليوم راح تشوفونه على مود تخلون اللي تحديات اللي تريدون ننفذها وشنو عقوبة الخاسر، اوكي؟ راح اشوف التعليقات مالتكم وراح انا اختار عقوبة لأليكس، وأليكس راح يختار عقوبة. شو تختار؟ موزة؟ لو خيارة؟ لو تلعب سيجا بالقاعة ما سبهان. اوكي؟ بس هلا هلا بينا، هلا هلا بينا. أليكس لا تخاف، هذا بس قمشي يعني يضل بالك. ترى هذا ما يرحم، ها؟ أليكس خلقتني، هو الزمن ما يرحم، ظلت على أنس ما أدري منو هذا صاحبك اللي يخبل. كيف هما؟ أنت راح تختار العقوبة اللي راح تنفذها بيا، وأنا راح أختار العقوبة اللي راح أنفذها بيك، أوكي؟ أوكي. أوكي، راح أنتظر التعليقات مالتكم، وراح نشوف التعليقات مالتكم اللي راح نختارها إحنا، وراح نقراها يوم الأحد، يعني الحلقة راح تنزل آن يمين.